دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية عشان نطمن على الحالة الجوية النهاردة. أهلا بك يا دكتور محمود وصباح الخير. صباح الخير يا أستاذ هشام، أهلا بحضرتك وكل مشاهدينك الكرام. أهلا بك يا فندم. طمنا بقى دكتور محمود على حالة الطقس النهاردة. طبعا الشبورة المائية كنا بنتكلم مع بعض امبارح إن هي بطل للمشهد خلال الأيام اللي فاتت، وده بيقول إن في استقرار على مستوى الأرصاد الجوية. هل هناك من جديد يا دكتور محمود النهاردة؟ لا بالفعل يا استاذ هشام، زي ما اتكلمنا مع بعض امبارح وقلنا ان الشبوره المائيه الكثيفه هتكون هي المتصدره المشهد بالفعل من حيث الاجواء الخاصه بحاله الطقس، وبالفعل الاستقرار ده مستمر معانا حتى نهايه الاسبوع القادم، حتى نهايه هذا الاسبوع استقرار شديد في الاحوال الجويه ودرجات حراره حول المعادلات الطبيعيه خلال فترات النهار، مع استمرار انخفاض درجات الحراره بشكل ملحوظ في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح، والشبورة المائية الكثيفة اللي بتظهر عادة فترات الليل وبتزيد كثافتها بعد الفجر وبتستمر كثافة الشبورة لغاية الساعة 9 صباحا تقريبا. بعد كده بتبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا مع طلوع شرق الشمس بشكل مباشر. يعني بننصح برضو زي ما اتكلمنا امبارح باستمرار القيادة بهدوء شديد على الطرق الزراعية والطرق السريعة وفي الطرق المؤدية للمدن الجديدة والطرق المؤدية لسواحلنا الشمالية، كل هذه الأماكن معرضة لتكون الشبورة الكثيفة، واللي بتضطر الظروف إن هو يخرج بدري يلتزم بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، واللي مش محتاج إنه يخرج بدري بقدر الإمكان نخلي مشاورنا بعد الساعة 9 طبعا. طب قول لي يا دكتور محمود، هل الملاحة البحرية بتتأثر بهذه الظروف ولا الأمور مستقرة؟ طبعا أكيد الرؤية الأفقية منخفضة بشكل كبير برضو في البحرين المتوسط والأحمر، إنما بالنسبة للأمواج وارتفاع الأمواج فالأمور مستقرة تماما وهدوء كامل في سرعات الرياح، عشان كده بنقول الملاحة البحرية والبحرين المتوسط والأحمر مهيئان لكافة عمليات الصيد والملاحة. طيب حركة الطيران؟ أكيد حركة الطيران بتتأثر وفقا للشبورة المائية الكثيفة بيتم طبعا تحذير وإصدار تحذيرات خاصة بحركة الملاحة الجوية، وبالفعل يتم تعليق حركة الطيران خلال الساعات الأولى من الصباح لمدة ساعة أو ساعتين، لأن يعني إلى حد كبير الرؤية الشبورة الكثيفة بس هي اللي بتأثر على الملاحة الجوية. طيب هو دكتور محمود لغاية دلوقتي الحمد لله الأجواء ما فيهاش البرد الشديد اللي احنا كنا بنعتاده في فترات يعني ديسمبر أو يناير، هل ممكن نلاقي البرودة الشديدة اللي الناس كانت متعودة عليها خلال الأيام الجاية ولا ما زلنا برضو في مرحلة استقرار الأحوال الجوية؟ لا هو طبعا الاستقرار معانا حوالي أسبوع تقريبا، إنما وارد احنا طبعا فصل الشتاء ولازم هيكون في تغيرات إن شاء الله، وده اللي هنشوفه خلال النص الثاني من يناير، وده بإذن الله هنكون مع بعض فيه وهنقول لحضرتك أول بأول للسادة المشاهدين ايه التغيرات اللي هتحصل خلال في شهر يناير في حالة الطقس بإذن الله على خير. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمود. دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أشكرك شكرا جزيلا، وأعتقد نصايح مهمة جدا جدا بالنسبة لقائدي المركبات بتوخي الحذر، وأي حد زي ما دكتور محمود كده تفضل وقال ما عندوش أي مشاوير مهمة في أوقات الصباح لحد الساعة 9 صباحا ياريت بس ما يطلعش على الطرق أو حتى المحاور المرورية، لأن الشبورة بتكون كثيفة جدا في هذا التوقيت.